للحديث عن إكمال التشكيلة الحكومية بنظام المحاصصة، معنا من أثينا الدكتور فاروق فتيان الراوي، الأكاديمي والدبلوماسي العراقي. دكتور، اكتملت حكومة الكاظمي بالاعتماد على ذات النظام وهو المحاصصة الطائفية كما تعلم، هل ينتظر من شركاء العملية السياسية غير ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحياتي لك ولمشاهدي قناة الرافدين. للأسف ما جرى يوم أمس هو استكمال للمحاصصة الطائفية. حينما ننظر إلى الأسماء اللي رشحت إلى الوزارات السبع وبالأخص وزارتي النفط والخارجية، الخارجية بدل أن يكون الوزير المقال من وزارة المالية ومن حكومة عادل عبد المهدي يرشح إلى وزارة الخارجية، وشخص آخر يرشح، الدكتور إحسان يرشح إلى وزارة النفط، والمعروف عن أن الدكتور إحسان عليه أكثر من 32 ملف في هيئة النزاهة. إذن المحاصصة الطائفية، المحاصصة الحقيقة الحزبية والطائفية والفئوية لا زالت مستمرة. كنا نتمنى بعد إقالة حكومة عادل عبد المهدي أن يتم على الأقل استجابة لمطالب المتظاهرين، على الأقل تعيين بعض العناصر، بعض الشخصيات المهنية بعيدا عن الطائفية، بعيدا عن المحاصصة. لكن للأسف الذي جرى ويجري لحد الآن هو استمرار للمحاصصة الطائفية ولنفس النهج واستمرار لمنظومة الفساد المستمر. نعم دكتور فاروق، هناك من يقول إن استكمال الحكومة جاء بعد التفاهم الإيراني الأمريكي. السؤال هنا، هل سيستطيع المحافظة أو الاستمرار بالموازنة بين الولاء لإيران وأمريكا؟ أنا أعتقد أن اللعبة الآن بيد الجماهير الثائرة التي استطاعت أن تزيح عادل عبد المهدي، هي باستطاعتها الآن أن تزيح أي حكومة لا تلبي مطالب الجماهير. الجماهير المنتفضة ربما، نعم، جائحة كورونا أثرت كثيرا على هذه التظاهرات، ولكن أنا متأكد أن الجماهير في العراق، سواء اليوم شاهدنا تصاعد التظاهرات في النجف، يوم أمس في الناصرية، قبلها في العمارة، إذن ستستمر هذه التظاهرات ولن يستطيع الكاظمي، إذا سواء كان بتوافق إيراني أو أمريكي، لأن عادل عبد المهدي جاء بتوافق إيراني وأمريكي وبدعم إيراني وبدعم جميع الكتل، ولكن أسقط بنتيجة ضغط الجماهير. فأنا أعتقد أن اللاعب الأساسي في المرحلة القادمة هي الجماهير المنتفضة. في تصريحات حديثة له دكتور فاروق، إياد علاوي يقول إن العملية السياسية في العراق ماتت سريريا ولم تعد تجدي نفعا. هذه الاعترافات المتتالية باعتقادك ألا تؤكد أن ثورة تشرين هي طوق النجاة الأخير للعراقيين عموما؟ نعم، أنا هذا اللي أكدت عليه، أنه هي ثورة تشرين الباسلة، ثورة الشباب، وأنا أتمنى أن تعود هذه الثورة سواء في ساحة التحرير أو الخلاني، وأن تلتحم معها المحافظات الأخرى، لأنه الوضع في المحافظات سواء كانت الشمالية أو الغربية هو لا يختلف عن الوضع في المحافظات الجنوبية. فربما الجماهير في المرحلة القادمة ستشهد الانتفاضة تصاعد كبير، وماذا نشوف الآن في ما جرى اليوم في النجف وما جرى يوم أمس كما ذكرت في ذي قار، يدلل على التصاعد وعلى عدم قناعة المتظاهرين بالتشكيلة الوزارية الحالية. نعم دكتور فاروق، دعنا نعود الآن بالحديث إلى مسار حكومة الكاظمي. باعتقادكم، هل تتوقع أنها ستختلف عن سابقاتها، لاسيما وأنها ولدت بذات الطريقة والنظام؟ كما ذكرت أنه كنا نتوقع عن على الأقل، طالما أنه عادل عبد المهدي أسقط بضغط جماهيري، كنا نتوقع عن ليس من الكاظمي فقط وإنما من الكتل السياسية أن على الأقل تحقق لمصلحتها، تحقق جزء من مطالب الجماهير ولو لمرحلة معينة، ولكن للأسف
لم تلتفت هذه الكتل ولا هذه الأحزاب إلى أي مطلب من مطالب الجماهير المنتفضة إلى مطالب الجماهير الثائرة، ولذلك سيكتب لهذه الحكومة الفشل كما كتب لحكومة عادل عبد المهدي. الأحزاب اليوم تقول إن حكومة الكاظمي مؤقتة وربما هي ستمهد لانتخابات مبكرة. باعتقادكم ما مدى مصداقية هذه الوعود وإمكانية البناء عليها؟ كما يعني منذ كما ذكر أياد علاوي أنه العملية السياسية أصبحت جسد ميت، هي ولدت ميتة من العام 2003، هي ميتة لم تحقق لجماهير العراق ولا للعراقيين أي شيء. إذن المحاصصة الطائفية هي مستمرة من 2003 ولحد اليوم، لم تحقق هذه الأحزاب أي شيء. أنا باعتقادي أن هذه الكتل وهذه الأحزاب ستناور وستحاول استمرار هذه الحكومة إلى ليس فقط إلى مرحلة 6 أشهر أو إلى مرحلة انتقالية، وإنما ستحاول أن تمدد لها الأيام والأشهر، ومن خلال الارتكاز كما عودتنا في السابق. يعني أي حكومة من الحكومات تأخرت التصويت عليها ما لا يقل عن 6 أشهر بعد الانتخابات. فلذلك أنا أعتقد هم يناورون مناورات عديدة وراح يراهنون على استمرار حكومة الكاظمي إلى المرحلة الانتخاب، يعني إلى مرحلة سنة أو سنة ونص من الآن. نعم. في سؤالي الأخير إليك دكتور فاروق، مع إصرار ثوار تشرين على مواصلة الثورة، هل يمكن أن تكون حكومة الكاظمي آخر حكومات الاحتلال؟ أعتقد أنه أنا مؤمن إيمان كامل بالثوار وبتطلعات الشباب العراقي، وإن شاء الله إن شاء الله الأيام القادمة ستظهر أن التلاحم الكبير بين شباب الانتفاضة من شمال العراق إلى جنوب العراق ومن الشرق إلى غرب العراق، الانتفاضة هي الحل الوحيد، الثورة هي الحل الوحيد، لأن العملية السياسية هي كما ذكرت ولدت ميتة منذ اليوم الأول، لأنه أولا هي جاءت نتيجة احتلال غاشم، جاءت نتيجة غزو عسكري أجنبي، جاءت نتيجة وضع دستور لا ينسجم مع طموحات ولا مع أهداف ولا مبادئ العراق والعراقيين. ولذلك جميع الحكومات، ليس هذه حكومة الكاظمي، جميع الحكومات من أياد علاوي إلى إبراهيم الجعفري إلى المالكي إلى حيدر العبادي وآخرا عادل عبد المهدي، لم تحقق للجماهير العراقية سوى استمرار التدهور في جميع المجالات. شكرا. واستمرار الفساد، وللأسف الفساد استمر ولحد هذه اللحظة. من أثينا كنت معنا عبر سكايب الأكاديمي والدبلوماسي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي، شكرا جزيلا لك.